وأما النية الخبيثة الثانية فهي نية مدح الناس، أن يريد العبد بعبادته أن يمدحه الناس أو أن يثني عليه الناس، فيظهر العمل الصالح من أجل مدح الناس وثنائهم، وهذا هو الرياء، وهو من الشرك والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم يتذاكرون الدجال وما يخاف من فتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وسماه صلى الله عليه وسلم شرك السرائر، وهو والعياذ بالله محبط للعمل إن وقع فيه، فلا خير للعبد في عمل يرجو به ثناء الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، أي ثناء الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فردها الرجل 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به وسمع به. من قام مقام رياء أو قام مقام سمعة يسمع بأعماله الصالحة، فضحه الله عز وجل وأخزاه وأذله يوم القيامة، وراء به وسمع به يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا من حال المرائين يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة 3، أي 3 أصناف، قد يكونون بالآلاف لكنها 3، أي أنها أصناف: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، قال: فما عملت؟ قال: فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك، فيقال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والعلماء أيها الأحبة يقولون إن الرياء إذا وقع في العمل لا يخلو، إما أن يكون العمل متصلا وإما أن يكون العمل مما ينفصل، فإن كان العمل متصلا كالصلاة فإن وقع من أول العمل فالعمل حابط وصاحبه معرض للعقوبة والعياذ بالله. أما إن بدأ العبد العمل مخلصاً لله عز وجل
ثم طرأ عليه الرياء واستمر إلى أن فرغ منه وهو على هذه النية الخبيثة. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن عمله حابط، وأنه مردود عليه، وأنه متعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن العبرة بالخواتيم. أما من بدأ العمل الصالح مخلصاً لله ثم طرأ عليه الرياء ثم دفع الرياء وأعرض عنه فختم الله له بخير، فإن هذا لا يضر عمله، بل قال العلماء إنه يؤجر على توبته وعلى تركه للرياء من أجل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العمل مما ينفصل بعضه عن بعض كالصدقة، فإن ما وقع فيه الرياء يبطل دون غيره مما لم يقع فيه الرياء.